طيبة لكل مشاهدينا عبر شاشة قناة أوغريت ومستمعينا عبر أثير أمواج أف أم بحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مثل ما تعودنا مشاهدينا دائما بنحاول نلقي الضوء على القضايا والمواضيع اللي بتعنيكم ونحاول نتواصل مع المعنيين للاطلاع عليها وفي حال وجود مشاكل المحاولة للوصول إلى حلول. اليوم حلقتنا خصصناها للحديث عن آلية العمل ضمن فرع التأمين والمعاشات في اللاذقية. ما هي آلية العمل؟ ما هي المهام الموكلة لهم؟ ما هي الخدمات التي يقدموها؟ وأيضا ما هي الصعوبات والتي يمكن أن نذللها للوصول إلى خدمات مستقبلية جيدة؟ للحديث أكثر بهذه التفاصيل بسعدنا أن نرحب بضيفنا بالاستوديو الأستاذ نبيل حاتم مدير فرع التأمين والمعاشات باللاذقية. يسعد صباحك. يسعد صباحي. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. طبعا دائما مشاهدينا ومستمعينا للتذكير يمكنكم التواصل معنا على الرقم المباشر 229-200 في حال وجود أي استفسار حول موضوع حلقتنا لليوم. رح أرجع أكرر الرقم 229-200. بدي أرجع رحب فيك أستاذي الكريم، وبداية خلينا نحكي بشكل عام مفهوم التأمين الاجتماعي، ما هو أهدافه ووظائفه؟ أهلا وسهلا فيك. الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مجموعة الحكومات أو الدول تنتج مجموعة من القوانين والأنظمة بتحاول فيها إحداث مؤسسات معنية بموضوع تحقيق نوع من الأمن والاستقرار للأفراد بشكل ضمان اجتماعي. ومن ضمن المؤسسات اللي هي معنية من هاي القطاعات هي مؤسسة التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية. نعم. بتم عملية إشراك هاي الأفراد ضمن القطاع العام أو القطاع الخاص بمجموعة واشتراكات مخصصة بتندفع طيلة فترة مثلا عملهم. عند الإحالة على التقاعد بتم تخصيصهم بمعاشات تقاعدية. تتطور هذه القوانين والأنظمة، تتغير موضوع كتلة المعاشات المخصصة بما يتوافق مع مسير حياتهم مع تطور المجتمع. نعم. طيب المديرية أو الفرع التأمين والمعاشات فيها العديد من الدوائر الخدمية، نحكي عن هذه الدوائر، ما هي مهامها ضمن هذه على مؤسسة التأمين والمعاشات اللي هي من ضمن فرع اللاذقية؟ هي عبارة عن مؤسسة معنية بشكل أساسي هي في تخصيص المعاشات التقاعدية وصرفها للمتقاعدين وإيصال كافة المعاشات بشكل شهري إلى الأخوة المتقاعدين. على مجال محافظة اللاذقية الفرع طبعا يتكون من دوائر، من ضمن الدوائر دوائر الصرفيات، دوائر إيرادات اللي بتوصل للفرع عن طريق الإدارة العامة أو عن طريق الجهات العامة المعنية بتسديد الاشتراكات اللي قمنا فيها، هي نوع من أنواع الضمان الاجتماعي. نعم. عندنا نوع من أمراض ضم الخدمات، إصابات العمال، هاي الدوائر الأساسية اللي ممكن تكون موجودة بفرع المؤسسي اللي بتقدم الخدمات للأخوة المتقاعدين والورث. المتقاعدين خلينا نحكي عن المتقاعدين اليوم أستاذ الكريم، الخدمات المقدمة للمتقاعدين. أهم نقطة للمتقاعدين إنك أنت تقدر تحصص له معاش وتصدر له قرارات تخصيص المعاش بأيسر الطرق بأبسط الوسائق المطلوبة وبأسرع زمن ممكن. تمام. فأهم نقطة بهم ولما بنحال على التقاعد بفترة زمنية إنه ما يصير فيه فرق بصرف الاستحقاق ما بين راتبه على رأس عمله وما بين المعاش التقاعدي. نحن دورنا بهذا الموضوع إنه بنعتمد على وسائق أقل ويكون العملية صرف المعاش والانتهاء من إصدار القرار وتأشيره من الجهاز المركزي وصرفه وتحويله بشكل شهري له خلال نفس الشهر، بحيث ما يصير أي انقطاع بالمعاش بالدخل لصاحب العلاقة. تمام. يعني أنا بس طلعت على التقاعد بقدم هيدي الأوراق المطلوبة، واللي أنا فيني بلش إجراءات قبل لأوصل لوقت التقاعد؟ يعني أحيانا بيسألوا الأشخاص أنه أنا فيني باشر قبل لأوصل ليوم التقاعد يكونوا أوراقي جاهزة واللي لا؟ هلا موضوع المباشرة قبل بالنسبة لنا نحن ما فينا، هذا معنيه دائرته. لازم بكل جهة عامة مسؤولة في شعبي أو دائرات معنية بموضوع استكمال وسائق التقاعد، لأنه نحن ما فينا نباشر بأي دراسة بتخص إصدار المعاش أو تصرفه إلا إذا أجت الأوراق محالي من دائرته. نعم. ومستوفي شروطها من ضمن الوسائق المطلوبة. بتعرفي أنت حكما لح يكون في وسائق بتثبت مثلا من أمتى قديش خدماته وتاريخ تعيينه وترفيعاته أمور المالية في دائرة براءة الذمة، كلها هي بتندرس بعد التقاعد. وفي وسيقة مهمة هي السجل العام. السجل العام مفروض بدها تكون الوسيقة من بداية خدماته لغاية انفكاكه، لهيك نحن ما فينا مباشر حتى تكون تنتهي خدماته وتجي الإدبارة بسرعة لعنا. ففي وسائق معنية مفروض الدائرة باستكمال كل الوسائق، تبقى الوسيقة واحدة فقط تنتهي بسرعة وبتنحل عنا رحنا. نعم. أدي السرعة أستاذ الكريم، يعني خلينا هيك اليوم إذا أنا متقاعد أدي بدي لحتى وقت لحتى أخذ راتبي بنفس الشهر ذكرت حضرتك؟ تماما. بس لأستكمل أوراقي أنا قصدي. هلا ما في، إذا جاي الأدبارة نحن من إدارة صاحب العلاقة، وعلى أغلب دوائر الدولة صار عندها خبرة في هالموضوع، والوسائق قليلة يعني عبارة عن أربع خمس وسائق ما أكثر من هيك بالنسبة للمتقاعد. سهل الحصول عليها. يعني وسائق تثبت مثلا تبعيته
عمله مباشرته على الملاك ومسيره الوظيفة، إذا في إجازات ما في إجازات، في انقطاعات ما في انقطاعات، تسلسل تغيرات رواتبه وتاريخ إنهاء خدماته، وهي بوثيقة واحدة بتكون موجودة. بالتالي لما بتيجي نحن الإدبار على التأمين والمعاشات، صدقيني يمكن من خلال أسبوع واحد تكون منتهية. تكون منتهية. منتهية. تمام. طبعاً. وهذا هي الهدف والغاية، يعني مثل ما ذكرت حضرتك، إنه ما يصير انقطاع بين آخر راتب وهو على رأس عمله وبداية أول راتب وهو متقاعد. في تعاون بينه بتعرفي، لأنه أي قرار مالي بده تأشير مالي من الجهاز المركزي. نحن كمؤسسة في تعاون بينه وبين الجهاز المركزي. يعني حتى الجهاز مفرغ مفتشين مقيمين عندنا نحن بالمؤسسة بيأشروا القرار مباشرة. جميل. فالقرار بده تأشير مالي، فعملية الاستكمال والتسجيل وإصدار القرار وتأشيره وتثبيته ما بتاخذ خلال فتره الاسبوع الدوام وخمس ايام، يعني ممكن تجي باسبوع، الاسبوع اللي بعده يكون صارف رواتب. صارف ومنتهي. تمام. طيب، ايضا في خدمات بتقدموها حضرتكم للعمال اللي تعرضوا لاصابات او امراض مهنيه، خلينا نحكي عن الخدمات. طبعا دوائر اصابات العمل اذا كانت عندنا ولا بالتامينات الاجتماعيه، هي من ضمن القوانين والانظمه اللي هي من حق العامل لما بيتعرض لاصابه على راس عمله واستوفت شروط العمل، اذا كان مكلف بهم يتعرض باصابه او خلال مده خدماته الزمنيه في شيء اسمه ممكن يتعرض لأمراض مهنية ناتجة عن عمله. عن عمله، نعم. فهاي القد شغلتين هدول ممكن العامل يتقدم فيهم عن طريق إدارته ببلاغ إصابة عمل أو بلاغ مرض مهني وبيجي لعنا. ونحن الأوراق المطلوبة كمؤسسة لتأمين ومعاشات نحن منحوله على الإدارة الطبية، على الدائرة الطبية بالتأمينات الاجتماعية. نعم. لأنه الطبابة التأمينات الاجتماعية هي معنية بتحديد ودراسة الإصابة والمرض المهني وتحديد نسبة العجز وتقديرها وإحالتها بعدين بقرار نظامي صادر من عنده اللي عندنا نحن كمؤسسة. يعني الطبابي مشتركة عندنا وعنده عند التأمينات الاجتماعية. تمام. وعلى أساسها بيصدر، على أساسها بيتم تحديد استحقاقه ونسبة التعويض المستحق على حسب نسبة العجز المعطية. ممكن تكون نسبة العجز تهيئه لمعاش إصابة. إذا كانت تفوق 42% الإصابة، معاش إصابة. وهذا معاش الإصابة أستاذ الكريم هو ماذا يعادل من الراتب؟ يعني ما موضوع حسب موضوع. هو نسبته حسب نسبة العجز وحسب مدة خدماته. تمام. إذن هي إلى معايير بس خاصة. لو كان موظف بيبقى بياخد مثلا من 35 بيستحق مع تعويض إصابة من 35% لحد 42% فين يتسرع، اذا كانت نسبه اصابته فوق 42 فين يطلب تسريحه على الاصابه. على الاصابه بس لو بقي بيبقى بياخذ اجره، بياخذ معاش الاصابه. معاش الاصابه، نعم. طيب استاذي الكريم، ايضا المدنيين يعني المتقاعدين من المدنيين والعسكريين بيحصلوا على خدمات من عندكم، خلونا نحكي عن هذه الخدمات المقدمه لهم. يعني اهم نقطه قلت لك خدمات المدنيين، نحن كمؤسسه معنيه بتصفيه الحقوق التقاعديه للمدنيين وللعسكريين. إذا كانوا متقاعدين وورثي بعد وفاة المتقاعد صاحب الاستحقاق بينتقل الاستحقاق لورثته حسب شروط الاستحقاق المستحقة من الوريث. نعم. نحن حكينا المدنيين ندرسها للإدبار ومصدر القرار وبنصرفها وبنعمل له إدراج شهري، هو بيختار المصرف اللي بيحب يتعامل معه بشكل شهري وبيفتح حساب فيه وبيجي بيقدم لنا اياه بنعتمد له الحساب بنحول له اياه. في تعاقد مع اي مصرف؟ نحن لنا حسابات مع طبعا مصارف القطاع العام كلها، مفتوح حسابات للمؤسسه بكافه مصارف القطاع العام. نعم. صاحب الاستحقاق هو هو بيختار المصرف اللي بيريحه. نعم. واعتمدنا كمان نحن التعامل عن طريق البريد، المؤسسة البريد حسب منظومة البريد. فينو صاحب العلاقة تعرفي بالأرياف أحيانا بيكون في صعوبة، ما في انتشار مثلا للمصارف، فالبريد في عنده نظام بتوصيل الخدمة، فينو يختار المتقاعد مركز بريدي، أقرب مركز بريدي يقبض راتبه منه عن طريق البريد، أو خدمة إيصال معاشه وراتبه للمنزل باشتراك رمزي للبريد. نعم. فهالخدمتين تماما. فهذا احنا تعاملنا مع البريد بهذا الموضوع. ونحن كنا بلقاء سابق مع البريد وذكروا انه بيقدروا يقبضوا من عندهم، هو كتخفيف ضغط على الجهات، وايضا بنفس الوقت بيصير اسرع للمتقاعد بالحصول على راتبه. هي من فنحن توجهنا نحاول نوسع شبكه حصول المتقاعد على معاشه. المصارف العامه منتشره باغلب بكل المحافظه والمناطق كلها، والبريد منتشر كمان على مستوى مساحة جغرافية كبيرة، يعني قد يصل لأبعد نقطة مثلا جغرافية. نعم. هذا بيسهل يعني المناطق البعيدة أو حدا عنده ظرف أو رجال أو مسن أو صاحب معاش كبير بيوصلوا له الراتب للبيت على البيت، وبتكاليف حتى للذكر للتذكير هي رمزية. تماما. يعني أخل بكتير من كلفته إذا هو بده ينزل. نعم. بس بتعود هذا الموضوع لرغبة صاحب الاستحقاق، هو كيف بيحب يفضل عملية حصوله على معاش. إذن خدمات كل الريف المقدمة هي عن طريق
طريق البريد، لا توجد لكم مراكز مخصصة ضمن الرياف نحن على مستوى الرياف؟ مو بالنسبة لقبض المعاشات، نحن كمؤسسة تأمين ومعاشات كمان لنا مكاتب بالمناطق. تمام، خلينا نحكي عن مهام هيدا المكاتب بالمناطق، شو هي الإجراءات اللي ممكن أو الخدمات اللي ممكن تقدمها والخدمات اللي ممكن ما تقدر تقدمها، يضطر المواطن ينزل على المدينة. تمام، هلا نحن بالنسبة للمنطقة الكبيرة مثل منطقة جبلي تعتبر منطقة من ضمن محافظة لازق، منطقة كبيرة وبتضم متقاعدين وأسر متقاعدين إذا كانوا مدنيين وعسكريين بشكل كبير. نعم. فمكتب جبلي تم إعطائه كافة التفويضات والصلاحيات اللازمة بأنه يقوم بكافة الأعمال ممكن يقوم فيها الفرع، حتى نحن نسهل على الأخوة إنه المتقاعدين بمنطقة جبلي وريفها كله وريفها كاملا نعم. إنه ما يحتاج ينزل على المدينة على اللاذقية لأي سبب من الأسباب، حتى فينه يصرف معاشه إذا قاهو بجبلي بنبعث القرار على جبلي، بيقوموا بعملية صرف القرار وكاف من كل جوانبه وإدراجه بصفي تابع لمكتب جبلي. نعم. ما بيراجع اللاذقية إلا في الضرورة إذا هو حابب يراجع اللاذقية. تمام، كمان هيدا والقرداحة نفس الشيء بس بشكل أقل، لأنه القرداحة ما فيه الكادر الموجود بجبلي العدد الكبير، لأنه بتعرفي هلا في ضغط كبير بالكوادر، عدد جبلي مهيئ بالكادر، في فتح حسابات مستقلة بجبلي. القرداحة عملها هي بس بيشتغل ثلاث أرباع العمل، ومندوب جبلي القرداحة بيجي على اللاذقية بيقوم بعملية الصرف وبيسلمها لأصحابها عن طريق مكتب القرداحة، عن طريق مكتب القرداحة يعني مثل مندوب بيصفر. نعم. طيب استاذ الكريم، كاميرا قناة أوكاريت زميلتنا لوجين إبراهيم رصدت لنا استطلاع عن آلية العمل للموظفين ضمن فرع التأمين والمعاشات في اللاذقية، خلونا نتابع سوا. أنا مستلم شهادة تسوية متقاعدين مدني، الأوراق المتقاعد بيجيبها بدرس له إياها، بس بدرس إياها كاملة، بنعمل له بنعدل له قرار تخصيص معاش، بالإضافة بس نخلص قرار تخصيص المعاش بيجي المفتش من الجهاز المركزي بيأشره، بيأخذ الصيغة القانونية والمالية، بعدين بنصرف له وبيختار المتقاعد أي مصرف بده إياه، وطبعا خلال 20 يوم أو أقل بيكون معاملته خالصة. تواجهوا صعوبات؟ الأجهزة عم تتعطل، عم نتناوب مثلا أنا وزميلي على جهاز واحد بس بدنا نتحمل. بس أنتم كموظفين أو كعاملين هون شو متطلباتكم لتحسين واقع العمل أكثر؟ هلا البناء في بناء جديد على اساس بس ناطرين اجراءات انه ننتقل عليه، بالاضافه انه الحمد لله رح يأملوا لنا اجهزه، كافه الاجهزه، كل موظف جهاز. احكي لي على اليه عملكم انتم هون. انا هون اول شيء رئيس دائره التقاعد المدني حصرا، كمتقاعدين وكورثه، ومنأمن خدمه المواطن، هي اهم شيء. نصرف للورثه وللمتقاعد بس يجيب لنا اضبارته لعنا، نصرف له كل استحقاقاته، منأمن له كل شيء، كل شيء بيطلبه، والمصرف اللي بده اياه هو اللي بيحدده، وين بده يقبض نحن بنحدد، هو بيحدد. شو بتواجهوا صعوبات اثناء عملكم؟ نحن اول شيء الكمبيوترات، الكمبيوترات كثير شبكه صعبه، احيانا بتروح ما شغلنا بيتوقف، احيانا المكان الاضابير ما بقى عم بتساع بشكل عام. يعني حكينا عن اليه العمل هون. هون شغلنا بكم قطاع عسكري، متقاعدين عسكريين مع ورثتين، بيجينا القرارات من الشام، نسحب أضابير كل متقاعد حسب بقى القرار، مثلاً إذا ورثي نجيب الثبوتيات من الأسرة المتوفى ومنستكملها، بعدين نقوم بعملية الصرف للاستحقاق، شو بكون طالع لنا رواتب تعويضات، بعد ما تتم عملية الصرف ندرج أسماء الورثة مع كافة بياناتهم على الحاسب عنا، وبيصير عملية تحويل رواد بين مثلا على الجهة اللي بيطلبوا تحويلها سواء صراف أو بريد، وهيك عملية بتكون انتهت بالنسبة للأضابير. بالإضافة بعدين بالحالات العادية مراجعين مثلا بيجونا منشان مثلا مثل هلا فترة صدور المنحة، اللي عنده خطأ بالمنحة بنسحب إقبارته بنعالج له إياها، اللي عنده مثلا بشكل تاني مثلا بالراتب كمان نسحب له الإقبار من صلح له إياه. عم بتعانوا من صعوبات أو شو مدى طلباتكم لتحسين واقع العمل أكثر؟ هلا البناء الجديد اللي عم يشتغلوا حاليا نستلمه من زمان والسماء ما انتقلنا عليه. يعني المكان هون تعتبره مكان صغير، يعني بيئة صغيرة، ما خرج للعمل أكثر بدك؟ يعني ضيق بالنسبة للأضابير والأرشيف وشغل، وبالإضافة إنه أجهزة الكمبيوتر شوي حواسيب تعبانة قديمة، يعني هي أهم شيء بموضوع شغلنا.
طبيعة العمل تبعنا خصوصا بشعبة الورثة، نحن تخصيص معاش للورثة، وأي منحة بتصدر نعطي المنحة للورثة حسب الأنصبة. أي للأسف الشديد أنه حسب الأنصبة دائما المنحة بنعاني من شكل كبير كتير كتير مع المراجعين، وبيحتاجوا أنه ما بيطلع جزء بسيط جدا 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 من المنحة، ما عم يدركوا أنه المنحة عم تيجي حسب الأنصبة. بيطلعوا من عنا ما كتير ضيعني عن الموضوع هذا، نحن منطبق القوانين والأنظمة. يعني أنتوا هلأ كعاملين وموظفين هون، شو متطلباتكم لتحسين واقع العمل أكثر؟ أكيد تطوير الحواسيب بدرجة أولى، وموضوع البناء أكيد شوي وضعه كتير ضيق على الموظفين على المواجهين، هي أكثر شيء مهم بالنسبة لنا. أستاذ الكريم تابعنا سوا الاستطلاع، أخذ مجموعة من الدوائر ضمن الفرع، حاول أنه يلقي الضوء عليها، شفنا أنه في آلية عمل مستمرة دائما في هيدا الشغل، ولكن في بعض الصعوبات اللي عم تعترض الموظفين، ربما الأكبر صعوبة واجهتهم هي موضوع الكمبيوترات، وجود المعاملات الورقية والكمبيوترات اللي هي ممكن تخفف، نحكي عن هيدا الجانب. على بالنسبة للموضوع اللي تفضلوا حكوا فيه، نحن نتيجة توسع العمل وزيادة حجم العمل بالنسبة للأخوة المتقاعدين وعددهم، هذا رتب انه عبء زائد. وبتعرفي في ظروف الحرب والحالة الاقتصادية والحصار، هاي الحواسيب والكمبيوترات اللي كانت موجودة وصلت لحد صارت قديمة كتير، صار فيها تعب، فيها استهلاك. التأمين البديل كان في صعوبة كتير، فمنحنا كنا نقوم بعملية انه بدنا نمشي الشغل لو كان على كمبيوتر واحد او على اثنين مهما كان، بس يكونوا موجودين. وذكروا انه يعني حنا عم بتناوبوا يعني على الكمبيوتر حتى يسهلوا الامر على المواطن. يعني كنا نمشي انه واحد مثلا مقطوع الامل منه الكمبيوتر، كنا نستخدم قطعه من تشغيل كمبيوتر اخر، يعني نمشي واحد بدل ما يكونوا اثنين يكونوا واحد. بس ان شاء الله هاي السنة هاي على اساس انه في عملية تحديث للكمبيوترات عند كافة المحافظات، وفي وعود من الإدارة العامة أنه راح تقوم بعملية تأمين كواسب وكمبيوترات جديدة حسب الإمكانيات المتاحة. نعم. والشيء راح أكيد راح يحسن من واقع العمل من راحة للمتقاعدين وللموظفين بهالموضوع هذا. نعم. طيب هيدي الكمبيوترات أستاذ الكريم هي مركزية واللي لا مركزية؟ يعني اليوم أنتم ضمن شبكة واحدة ضمن المحافظات، نحكي عن هيدا الشق قدي ممكن المؤسسة التأمين والمعاشات هي المؤسسات الأولى اللي قدمت العمل بشكل كامل وعملت شبكة ربط على مستوى القطر كله. يعني كل فروع سوريا مربوطة مع الإدارة العامة بشبكة واحدة مركزية. نحن كل الفروع بتشتغل على قاعدة بيانات وبرامج موجودة بالإدارة العامة. كل شيء بنشتغله فورا بيطلع بينزل بالإدارة العامة، وعملية البيانات محصورة عندهم، والشغل مربوط عن طريق الشبكة. يعني أنا فيني قدم خدمة للمتقاعد ابن حلب أو ابن دمشق أو ابن رقة، لما بده يكون موجود بده يحصل على بيان معاش أو معلومات عن معاشه، فيني أنا أوصل عليه أعطيه وأعطيه إياها، وما في أي مشكلة بالموضوع. نعم. هذا طبعا. بس مثل ما تفضلوا أحيانا نحن بتعرفي خطوط الاتصالات بتتعرض لبعض الشبكة اللي نحن دائما هي منعاني تماما بعض التعطلات، فلما بتتعطل العمل بده يتعطل، بده يتوقف لفترة بين ما يتصلح. والحمد لله يعني في استجابة من شركة الاتصالات باللازقية، أحيانا الأعطال ممكن تتصلح، بس أي لو بتتعطل ساعة أو ساعتين هذا بيرمي إرباك ويخلي المتقاعدين شوي يكون في تأخير بعملهم، حتى لو كانت على موضوع ساعة أو ساعتين باليوم. نعم نعم، يعني دائما الأشخاص يطمحوا بالحصول على الخدمة بأسرع وقت، يعني جاي خدمته بتخلص مثلا بخمس دقائق، إذا انقطعت ممكن تضل ساعتين لترجع على الاتصالات، أو يعني ممكن تضل بأقصى حالاتها لتاني يوم. وربما هي من الصعوبات اللي عم تواجهكم، يعني انت في حال وجود كمبيوترات حديثه مع شبكه جيده اليوم ما ممكن يوقف المواطن اكثر من 3 ل 5 دقائق تقريبا لحتى ينهي معاملته. اي الخدمات اللي هي عباره عن خدمات استعلاميه سريعه بتنتهي خلال بدقائق. بدقائق. نعم. طيب استاذ الكريم، ذكرت حضرتك انه انا اليوم اذا انا ابن حلب او انا ابن اللاذقيه او عفوا دمشق او اي محافظه، بقدر بيجي انا بحصل على بيان لراتب التقاعد وغيره، بقدر احصل على خدمات مثلا حصر ارث عندكم مثلا كراتب، ام يفضل اني ارجع على المركز المحافظه اللي انا فيه؟ شو الخدمات المخصصه بهيدا الموضوع؟ هلا بالنسبه لكل فرع هو مسؤول بشكل كامل عن اصدار قرارات المتقاعدين الخاصين
بالمحافظه والتابعين له. المدنيين هلا بالنسبه للعسكريين اصدار القرار وتعديلاته هو مركزي من الاداره العامه من مديريه التقاعد العسكري على مستوى القطر، يعني الفروع ما معها صلاحيه اصدار قرارات عسكريين، الفروع صلاحياتها فقط في تنفيذ وصرف القرارات اللي بتصدر من الاداره العامه. هيدا بما يخص الشق العسكري. العسكري هذا لانه موضوع وموضوعه خالص. بالنسبه للمدني انا اذا كان ابن اي محافظه ثانيه انا فيني سهل، واذا ما فيني يسافر انا فيني يستكمل اوراقه وبعث له اياها للمحافظه او للمقر الرئيسي عن طريق البريد بموجب طلب منه، وبهيك بكون سهلت عليه انا المراجعه، ما بيراجع الا بالمراحل النهائيه. تمام، يعني بقت في تسهيل بهيدا الموضوع، ولكن المرجعيه بالقرار النهائي بتكون للمحافظه لانه اضبارته ذاتيته كل قيوده. انا الفكره استاذ الكريم في كثير من الاشخاص هن تهجروا واصبحوا اليوم وافدين هن بالنسبه ل ضمن المحافظه، وهن قاطنين ضمن المحافظه اليوم، وحتى نقلوا وظائفهم في حال بدهم يعملوا هيدي الاجراءات ايضا لازم يرجعوا للمحافظه. لا، هدول اللي رجعوا نحن سهلنا لهم عمليه القبض وعمليه تيسير حصولهم على المعاش بشكل كامل. تمام. واللي بيرغب بنقل معاشه ونحن تولينا هالموضوع بنقل اضبارته، بس يقدم طلب عنا. نحن كنا نبعد نراسل المحافظه الموجوده فيها اوراق وثبوتياته بنقلها لمحافظتنا للازقي بناء على طلب اصحاب العلاقه. اذا كانت موجوده يتم نقلها بشكل كامل وتصفي قيوده عنه وما بحاجة يطلع، ما عاد بيضطر انه هو راجع مكان ثاني. اذا كانت من ضمن الوثائق نتيجه الازمه والحرب اللي تعرضت على البلد، بتعرفي في بعض القيود تلفت، تعرضت مثلا للإتلاف، اختفت، فهي تم كمان معالجتها بإنشاء أضابير بديلة مؤقتة بالفرع عندنا نحن بالتنسيق مع الإدارة العامة لحين البت في موضوع الأضابير المفقودة. نعم، يعني ما عنده أي مشكلة بهالموضوع. نعم، هيدا بشكل كنا عم نحكي فيه من خلال الاستطلاع. ايضا اسر الشهداء والجرحى استاذ الكريم في خدمات مقدمه الى لهم، خلينا نحكي عنها. يعني اهم الخدمات اللي هي عم تكون مؤسسه لها وبعنايه كبيره هي خدمات اسر الشهداء والجرحى، لانه هي اهم شريحه مطلوب منها تقديم اقصى خدمات لهم. قدموا كثير واستشهدوا، والجرحى كثير في منهم كثير يعني قدموا اغلى ما عندهم للبلد. صح. فدورنا نحن نقوم باي اقصى امكانيات نقدر نحن نوصل لهم كل الخدمات الممكن نقدمها. نعم. اهم نقطه ممكن نقدمها اسراع بشكل سريع جدا بصرف معاشاته، يعني معاشه باسره شوي بنصرف مباشره، بمجرد ما رجعنا وتبلغ القرار واستكمل الوثائق خلال يومين ثلاثه بيكون اخذ استحقاقه بالكامل على المدي ومدرج معاشه بشكل شهري وما في اي مشكله. نعم. وكل التسهيلات، يعني مثلا اسر الشهداء فينهم يحصلوا على قروض طبعا من المصارف، كل وريث حسب نسبه معاشه. الجرحى نفس الشيء، الجرحى عم تتقدم لانه كافه الخدمات حتى بالتنسيق مع موضوع مع جريح وطن. نعم. كل الاعانات وكل المنح وكل الهدايا وكل التكريمات اللي بيحصلوا عليها اسر الشهداء من الاداره السياسيه بتم تنفيذها عن طريق ادارتنا العامه لحساباتهم بالكامل. نعم. احيانا بتمر علينا بمناسبات معينه مضطر للدوام يوم واثنين لنقدر نغطي نحن بالتنسيق مع المصارف نوصل الاستحقاقات لحساباتهم بشكل كامل. نعم. فهي يعني خدمات يعني جيده ونوعيه باتجاه اسر الشهداء والجرحى. تماما. استاذ الكريم، ايضا ضمن الاستطلاع ذكر موضوع حابه نحصل منك على توضيح منه، كونه الموظف قال انه في احد الاشخاص، يعني بعض الاشخاص بيطلعوا مزعوجين او متضايقين في حال حدوث بما يتعلق بالمنح او زيادات الرواتب المتعلقه بالمتقاعدين والورثه لهم. تمام. خلينا نوضح هيدي النقطه مشان ما يطلعوا المواطنين، لانك حضرتك شرحت لي اياها تحت الهواء، فنوضحها شوي. فلما تصدر مكرمة من السيد الرئيس أو من باتجاه المنح، إذا كانت منحة أو زيادة، أصحاب المعاشات التقاعدية المتقاعدين اللي هني على قيد الحياة بيأخذوها كاملة وفق ما تصدر. وفق صدورة. نعم. بالنسبة للورثة لأصحاب المعاشات المتوفيين ورثتهم بيتم توزيع المنح أو الزيادات لألهم حسب نصيبه من المعاش التقاعدي. يعني ممكن الزوجة تأخذ نصف المنحة مثلا، الأولاد كلهم ممكن يأخذوا تمنين المنحة، تمنين لعدد الاولاد كلهم، توزع التمنين بالتساوي. فممكن يكون في مفهوم احيانا بيفهموا تداول غلط انه اجت طلعت المنحه مفروض انا اخذها كلها، فبيفكر انه كل شخص هو لازم تماماً. يطلع. تماما. فاحيانا الشخص ما بيعرف بهالموضوع هذا، فممكن يطلع مزعوج، ممكن يطلع انه هي شو انا طالع لي بس هيك المبلغ، يعني بس في شرح كامل تعامل ما فهموا بده
بتعاون نحن نتعاون معه بين النقطة بهيدا النقطة تمام. استاذي الكريم حضرتكم انتم عندكم تصفية الحقوق للمتقاعدين المدنيين قبل 1/1/1986، خلينا نحكي عن هيدا القانون وآلية التصفية. نحن السابق المؤسسة كانت معنية بتصفية الحقوق، لا زالت معنية بتصفية اللي هن معينين على الملاك الدائم في القطاع العام قبل 1/1/86، لأن بصدور قانون العاملين الأساسي لعام 85 نص على أنه أي تعيين بالقطاع العام على الملاك بعد هذا التاريخ يتبع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. بس القانون استثنى شرائح معينة من قانون من تبعيتهم للتأمينات الاجتماعية اللي هن بقوا على قانون العمل وأصحاب المناصب. أصحاب المناصب بكافة شرائحهم حتى هذا التاريخ هن تابعين حقوقهم التقاعدية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. نعم. التأمين والمعاشات. التأمين والمعاشات. نعم. وعمليا نحن حاليا في اشتراك شبه موحد بتصفية الحقوق التقاعدية بناحية المفاهيم وطرق تطبيق استحقاق المعاش. مع الاحتفاظ مؤسسة التأمين والمعاشات ببعض المكاسب اللي هي خاصة بقانونها بقانون 119. المرسوم 119 والمرسوم 120 اللي هو 119 تصفية حقوق الموظفين. نعم. وال 120 تصفية حقوق المستخدمين. المستخدمين اللي يعني هني على قانون الاستخدام، تعاقد استخدام، مو مفهوم استخدام مثلا كشريحة، لا. نعم. إيه. فهذا كان له مكاسب. هالمكاسب حتى تعديل قانون التأمينات واللي دخل بتطبيقه مؤسسة التأمين والمعاشات ببعض الأمور حافظ على هالمكاسب هاي. من ضمنها أنه ممكن اللي تابع تأمين ومعاشات على عنده خدمة 20 سنة ممكن يطلع معاش تقاعدي نسبة. نعم. اللي عنده تسريح حالة تسريح صحي بيوصل لحالة أنه يتسرح صحيا بيطلع به معاش تقاعدي أيضا. نعم. هاي من المكاسب. من المكاسب اللي هي مؤسسة بتقدمها. نعم. طيب استاذ الكريم أيضا زميلتنا رجين إبراهيم رصدت لنا استطلاع من خلال كاميرا قناة أوغريت عن آراء الناس والمواطنين بالخدمات المقدمة من الفرع. خلونا نتابع سوا وراجع. عم سوي ورق التقاعد، بدي ورقة انه ما بتقاضى راتب تاني ودقيقتين وخلصت. تحكي لنا عن الخدمات المقدمة هون، انت شو رأيك فيها؟ والله ابسط من البسيطة، فورا فورا خلصت، هي دخلتي لهون وخلصت. تحكينا شو جاي تعمل؟ والله انا متقاعد عسكري عن جديد، يعني جاي بس شوف اذا اجت اوراقي ولا لا التأمين. كيف شفت الخدمات هون بالمديرية؟ خدمات بشكل عام ممتازة، يعني أنا مراجعين منشان أهلي وأبي وكذا، فيني أحكي عن الموضوع، كتير ممتازة الخدمات. لا أنا وصي على بنتين قاصرات، فعمز معاملة وجهزنا المعاملة كذا، بس العمل روتيني قديم، سجلات ورقية مورقية، بدأ حواسب، بدأ آلات يعني حاسبة كذا لآخرين. المكان ما بيساعد، كمان مكان هون لك عتم أحيانا ما في كهرباء وبيت سكن تقريبا، يعني أنا من طالب يعني خصصوا مكان أفضل من المكان هذا ويزودوا الموظفين بأجهزة بكذا معنوات. كيف عم تشوف الخدمات؟ فيها تسهيلات؟ هلا حسب استطاعة الموجودين، يعني كل واحد عم يشتغل عم شغله على الشيء القدرة الموجودة عنده ويكتر خيره أكثر من ما في الواحد يحكي. طيب تحكينا شو جاي أنت تعمل هلا؟ أنا عم طلع راتبي التقاعدي. نحن كشعب بكفينا الابتسامة بس، يعني بس واحد يبتسم بوشنا حاجة، والحمد لله كله عم يتعامل معنا بشكل منيح وظريف. جاي وفي قرض لزوجة. كيف عم تشوف الخدمات هون؟ والله كل ما اجينا كويسين ومحترمين ومشونا، يعني بأي لحظة واحد بده شغلة بيمشيها، يعني مثلا بده معاملة بده شغلة بيطالع صورة عن بيان عن شغلة، تجاوب ممتاز. عندك متطلبات لتحسين واقع العمل أكثر؟ هلا كموظفين ما عندهم أي مشكلة إلا فقط الشبكات، وقت اللي بيكون في ضعف بالشبكة الموظف شو يعني بيوضع أمام خيار كتير صعب، فلا حول ولا قوة، بيتلاقي قاعد كل نهار ناطر فقط ليخدم هالمواطن، بيتفاجأ إنه ما في شبكة اللي حتى يقدم له إياها. إيه نحن أنا ورثي من الراتب، نحن ثلاثة، اختي بتقبض راتب بس اختي الثانية كمان اختي بتقبض، ما حدا بياخذ يعني للمنحة غيري انا، بعدين 300 ما طالع لي انا الا 112 يعني هيك يعني مطلبي، يعني ليش انا ليش ما انا 150 مثلا انه الكامل يعني النص.
كنا عم نتابع سوا الاستطلاع استاذ الكريم، عم تذكر حضرتك انه بالشق الاخير الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه قبل، موضوع الورثه انه كيف ممكن تتقسم حسب الحصه الارثيه. بس اللي لفتني انه كل الاشخاص عم يشيدوا بالخدمات المقدمه وبالتسهيلات المقدمه، كانت شكاوي الموظفين ربما اكثر من شكاوي المواطنين. ربما هيدا استاذ الكريم ممكن انه يتغير ببناء حديث او بتجهيزات جديده، يعني في خطط مستقبليه بهذا الموضوع بإذن الله. لموضوع المقر، نحن مقر الجديد تجهز بالكامل، بس كان في انتهاء من عملية إيصال تبعات البنية التحتية اللي هي موضوع المياه والكهرباء. أنه تعرفي المبنى جاهز، نحن داخليا كتجهيزات شبكات جهز مكاتب موظفين، تجهيزاته الخاصة بالعاملين جوا والمراجعين لدخولهم واستقبالهم كلها كاملة. بس ما فيك أنت تنقل على مبنى أو على مقر بدون تأمين المياه والكهرباء اللي هي من تبع الأساسية يعني. فهذا الموضوع بده عم نشتغل عليه، وإن شاء الله قريبا راح يكون جاهز. بركي من خلال فترة قريبة بيتم الانتقال عليه بشكل كامل. المبنى مريح، مبنى كويس، يختلف. نحن مقرنا الرئيسي قديم كتير، ضمن بناء سكني أخذناه على مراحل، طبعا تم شراءه وتم فتحه على بعضه. بتعرفي أنت البناء القديم مزعج وما بيريح المتقاعدين ولا العاملين ولا الموظفين بيعملوا. نعم. وين ممكن يعني وين المكان الجديد اللي رح يكون موقع؟ المكان الجديد هو بقي ضمن المدينة بإذن الله، هو مكان محكان المنطقة الريجي القديمة. الكراج الطابق إقباله كان في بناية البلدية، اشترينا نحن طابق كامل كمؤسسي من مجلس مدينة اللاذقية. في اختيار جيد للمكان لسهولة وصول المواطنين ضمن المدينة، يعني بعيد عن المقر، بينه وبين المقر الرئيسي ما في شيء 200-300 متر بين المقر الحالي. نعم نعم، جيد هيدا الكلام استاذ الكريم. حتى ايضا من الخدمات بتقدموها قروض، ايضا ممكن انكم تمنحوا قروض ضمن المؤسسة، نحكي عن هيدا الشيء تماما. هلا بالنسبة للمتقاعدين التأمين والمعاشات، نحن كمؤسسة تأمين والمعاشات كمؤسسة ما بتمنح قروض. نعم. ولكن نحن بنقدم، نحن بنتعامل مع كل المصارف بحق له متقاعدنا التأمين والمعاشات يسحب قروض من كل المصارف اللي بتعطي قروض على الدخل المحدود، مثل أي موظف على رأس عمله. نفس القوانين اللي بتنطبق على الموظفين بحصولهم على القروض، متقاعدين التأمين والمعاشات بنطبق عليهم نفس التعليمات. نفسه. يعني فينه ياخذ من مصرف التسليف الشعبي، من مصرف التوفير، من مصرف التجاري اللي عم يمنح قروض كمان على الدخل المحدود. حتى العقاري صار عم يمنح قروض على الدخل المحدود بالوس، مثله مثل على اي موظف على راس عمله. واسر الشهداء بحق لهم يحصلوا كذلك على قروض دخل محدود، كل وريث بحسب قيمه معاشه. هي يعني مكسب لاسر الشهداء. ورث العاديين ما في حق لهم يحصلوا عليها، لانه الوريث هو استحقاقه معرض للانقطاع باي لحظه. نعم. يعني معاش الوريث يقطع بالزواج او بالوظيفه. الوريث او الوريثه الذكر يمنح لل 21 لل 24 اذا عم يدرك، بعد منها يقطع معاشه. يقطع. يقطع. نعم. ورغم الشيء اسر الشهداء اعطاهم الحق بانه يحصلوا على قروض حسب نسبه معاشه. نعم نعم، اذا هي من المميزات يعني بتسهل ايضا على اسر الشهداء تمام. وعلى شريحه معينه تمام. التعامل وفق تمام. اليه القروض. عفوا استاذ الكريم، فينا نحكي تقريبا عن قيمه الاشتراكات المحصله ضمن مثلا هيدا العام، قد ايه هي الايرادات اللي ممكن تكون هي؟ هلا بالنسبه لكتله الاشتراكات المحصله عمليا ما فينا نحددها هلا، لانه نحن عندنا كتله تغذيه كتله الاشتراكات المحصله لا تفي النسبه المحدده لصرف المعاشات التقاعديه كاشتراكات. بتعرفي نحن عندنا التابعين للتامين والمعاشات اعدادهم صارت قليله كمتقاعدين قائمين او كموظفين على راس العمل، ما بتغطي الصرفيه. وبالتالي نحن المؤسسه بتصرف المعاشات عن طريق تغذيه من التخزين العام من وزاره الماليه ومن وزارة الدفاع بتغذي بشكل شهري كمان عملية صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين وورثتهم. نعم. بشكل شهري. نعم. طيب استاذ الكريم، اليوم شفنا مثل يعني بالاستطلاع فعلا الناس كتير كانت سعيدة بالخدمات المقدمة، الكل قال انه اجراءات سهلة. هل هيدا بناء على تأهيل الكوادر بطريقة صحيحة؟ هل هناك دورات تدريبية لتأهيل هيدا الكوادر بشكل دوري لحتى يكونوا مواكبين للتطور وانه يقدروا فعلا يأمنوا هيدا الخدمات للناس بسرعة اكبر؟ تماما عزيزتي، هلا انت تقدر توصل لخدمة مثلى وجيدة والناس ترضى والمتقاعدين يرضوا، بدك تكون انت تنتقي الكادر المناسب والصح
يقوم به العمل. والحمد لله نحن كمؤسسة الكادر الموجود للعمل بشكل عام بكافة أشكاله متعاون متفهم بيقوم بشغله عنده قناعة كاملة أنه هو موجود لحتى يخدم المتقاعد ليخدم أسر الشهداء ليخدم الجرحى بتلاقيه مندفعين بشكل كامل ليخدموه. يعني اللي جاي بخدمته بتخلص بدقائق بده ياخده وياخده بتخلص بدقائق ما في تأخير بالموضوع بدافع ذاته ومتابعة طبعا بشكل دائم من الإدارة من الإدارة العامة لما بيطلع أي مرسوم أو أي تعديل على القوانين طبعا بيتم إصدار تعليمات جديدة من قبل الإدارة العامة بيتم إخضاعهم لتدريب معين هن من الأساس مهيئين يعني القدم الزمني نعم. والعامل نعم. وتطبيق القوانين معلومة للكادر نعم. فبسرعة بيتم تفهم أي تغيير جديد على هالموضوع هذا وبشكل دائم يعني موضوع التواصل مع الجهات المعنية بهالموضوع يعتبر نوع من أنواع أن أنت معلومة بتحصل على المعلومة مثل تدريبه بتنفذها وبتعلم توصل للكادر اللي عم بينفذ مباشرة نعم. وإن شاء الله بكرة بس يعني وصلت مثل ما ذكرت حضرتك في مطالب بإيصال أجهزة حديثة تماماً. اليوم وفق برامج أتمتة حديثة لحتى يقدر تقدم التسهيلات الأكبر للمواطن اليوم في دورات أيضا للموظفين لحتى يواكبوا هيدي تماماً. على هيدي الأجهزة يعني المؤسسة حتى نحن في شركة برمجيات دائما مقيمة في تعديل على البرمجيات هلا تم تحديث البرمجيات بالكامل بالمؤسسة نعم. وهذا بيتطلب كمان تحديث بعض الحواسيب نعم. بس تأمين الحواسيب اللازمة للعمل إلى مواصفات وشروط معينة ما ميسرة بالكامل يعني بتاخد شوية وقت بتاخد تأمينها أسعار الموجودة لإلها ارتفعت تعرفي أنت بدك كتلة مالية بدها اعتمادات السنة إن شاء الله في توجه لتوسع شبكة الحواسيب تأمين الحواسيب اللازمة لتقدر تخدم بشكل كامل نعم ملكي إن شاء الله مع المبنى الجديد بتترافق مع الحواسيب الجديدة وبصير خدمة وهذا موضوع متابع معهم حتى متابع يمكن أكثر واحد بهالموضوع أحيانا بضغط بشكل لحد بهالقصة بيعرفوا هالموضوع وهي الطاقة اللي موجودة عندهم كمان الطاقة الموجودة صحيح. طيب أستاذي الكريم اليوم حكينا عن كثير من الصعوبات اللي ممكن هي كانت اعترضت الطريقة يوجد صعوبات أخرى أيضا بتدليلة ممكن نحن نسهل العمل يعني نحن اليوم الكمبيوترات والمبنى هو رح يوفر حالة أكثر يسر للمواطن هل هناك أيضا صعوبات ممكن نحن نتجاوزها؟ يعني هلا عمليا بعتقد صعوبات بمعنى الصعوبات الخاصة بالنسبة لإيصال المعاش للمتقاعدين ما أنا موجودة نعم. يعني إذا بتصير حالات الفردية هي ما أنا صعوبة يعني المشاكل نعم. الفردية لا تعتبر بالصعوبات العامة اللي هي بتعيق العمل يعني عمليا نحن إجراءات تخصيص المعاش وصرفه بوسائق مبسطة نكتفي أحيانا المعاش يصرف على وثيقة بيان عائلي نعم. وثيقة واحدة يعني وقت بيجي قرار العسكري نحن بيان عائلي على وثيقة البيان العائلي المعلومات اللي نحن بدنا إياها في نموذج بيقدمه صاحب الاستحقاق وبيوقع عليه نعتمد تصريحه يعني أبسط من هيك أبسط ما عاد نعم. بالنسبة للقرارات المدنية عمليا قلت لك الوثائق 4-5 وثائق ما بين هي كمان قرار تعيينه آخر قرار ترفيع بطاقة ذاتية إنهاء خدماته هاي موجودين بإدارته وإذا بده يصرف تعويض عائلي مع المعاش بدنا نحن بيان عائلي مع وضع ببين الوضع الاجتماعي من السجل العام يعني وثائق بسيطة نعم والحمد لله متعاون المصارف متعاونه يعني اغلب المصارف انتم مشتركين فيها كافه المصارف كل مصارف الدولة المصارف كلها نعم. كلها وذكرت حضرتك انه في حال وجود زياده على الراتب او منحه او حاله معينه بيكون الدوام استثنائي بايام يعني ممكن تكونوا فاتحين يوم الجمعه يوم السبت تماماً. في حال وجود هذه الحاله بالاعياد يعني خلينا ننهي هاي الطويله صدفت اكثر من حاله بدها تنفيذ خلال فتره العطله نعم فداومنا نحن كمؤسسه وتعاونت معنا المصارف داومنا أكثر من يومين ثلاثة ببداية العطلة لقدرنا أنجزنا عملنا والمصارف تعاونت استلمت العمل اللي أنجزنا ونفذت المعاشات نفذت مثلا زيادة حتى المعاشات أحيانا بدك تطلع بدك تنفذ لهم إياها قبل إذا كان في عطلة طويلة إذا كان المنحة تنفذت حتى لو صدرت بأيام العطلة بدها مطلوب إيصالها لأصحابها قدر الإمكان نعم أحيانا نشوف ازدحام يعني خاصة أيام المنح وزيادة الرواتب ازدحام على يعني كبائن القبض والصرافات من الطرقات بقدر أنا أروح أسحبه من عندكم إذا أنا إلي حساب بنكي وأنا متقاعدة بقدر أروح أسحبه من عندكم بدون ما أروح على البلكن اللي أنا حاطة رصيدي فيه لا أكيد نحن كمؤسسي لا نتعامل بالتعامل النقدي نحن نتعامل حسابه في عمليات نحن نقوم بكل الأمور المالية بتحويل
تحويلات مصرفية. يعني من حساب المؤسسي الموجود بالمصرف لحساب كل متقاعد شو معاشه بيدخل حسابه، يعني صف حساب. المتقاعد أو صاحب المعاش هو عميل له حساب بالمصرف بده يقبض معاش، ونحن مجرد ما حولنا المعاش خلاص بالنسبة للمؤسسي انصرف المعاش. تمام. ممكن صاحب الاستحقاق. أما الأمور الأخرى لا غلستم يعني. نحن لا نتعامل نقدا مع معنا موضوع نقدي. تعاملنا مصرفي، خدماتنا مصرفية بالكامل. قطاع التنفيذ مع عملنا كله مصرفي. تمام. بنهاية حديثنا أستاذ وشكرا على التوضيح، يعني اليوم عم نحاول نحن نسأل كل الأسئلة الموجودة اللي ممكن يطرحها أي سؤال أي شخص. نحن جاهز. الخطط المستقبلية اليوم نحن بنعرف كل مؤسسة بيكون لها خطط قامت بالبدء عليها من بداية العام، اليوم نحن اليوم بمنتصف العام، ما هي تتبعات يعني هذه الخطط وما هي اللي شفتوا أنه فعلا ضرورة أنه تقوموا فيها بالعام القادم؟ بإذن الله. قلت لك نحن دائما المؤسسي مو بس كفرة، حتى الإدارة العامة تعي الصعوبات وتعي الأمور اللي بحاجة لمتابعة ولتأمين. يعني أهم نقطة هو موضوع الأتمتة الكاملة. يعني بيتبعوا من كتير قضايا تأمين الحواسب، هذا بيرتب عليك تنتقل لخطوة أخرى، مثلا أرشفة إلكترونية، هذا بيحد من كتير من استخدام الورقيات، من أرشفة الورق. أنت ما لاحظتي بالريبورتاج، يعني هذا الأرشيف المخصص ممتلئ، فمضطرين كل موظف بده يحط العمل المنجز عنده لنقدر نحافظ عليه كورقية. عملية الأرشيف الإلكترونية بتخفف كتير من الورقيات، وهي فكرة مطروحة. عملية الربط الإلكتروني مع الجهات العامة اللي لها ارتباط بعملنا نحن، مثل السجل المدني، مثل السجل العام، مثل التأمينات الاجتماعية. يعني في بيننا وبين التأمينات الاجتماعية بصير ما بقى بيراجع هيدي المؤسسة بيقدر يحصل على، يعني أنا ممكن ما بقى مثلا لما بيتم هذا عم بيتم الشغل على تنفيذه، وهي ما أنا قضية سهلة. تأمينها بخفي، يعني أنا بدل ما يجيب لي وثيقة غير موظف أنا بس طالعها من الربط، بيجيب لي بيان العائلي فيني تستخرج له إياه من الربط. نعم. بخفف كتير من عبء المراجعات، من عبء تأمين الوصايا، يعني عمليا بيصير في تعامله إلكتروني. تماما. نعم. هي من أهم الخطط المطروحة إن شاء الله للفترة القادمة. أكيد دائما بضل الأمل بتحقيقها بأسرع أكيد. وقت ممكن، لما تقدم من سهل وتيسير للموظف والمواطن. كل ما أنت أنجزت مرحلة ممكن تفكر بمرحلة أخرى لاحقة بموضوع تطوير العمل وموضوع تسهيل العمل قدر الإمكان. نعم. أكيد بدي أتشكر كتير الإيضاحات اللي قدمت لنا إياها، وجودك معنا اليوم الأستاذ نبيل حادم مدير فرع التأمين والمعاشات في اللاذقية. شكرا كتير لك ويعطيك العافية. شكرا كتير وشكرا لاستضافتكم. وأهلا وسهلا فيك أستاذ الكريم. شكرا. أيضا بدي أتشكر كل مشاهدينا ومستمعينا اللي كانوا معنا عبر حلقتنا. دائما كما تعودنا برنامج بخدمتكم مستمر معكم دائما لطرح قضاياكم والمحاولة للوصول إلى الحلول. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.